بالأمس شفنا واحدة يمنية من موارد السعودية ومتزوجها من سعودي وتناشد، وهي محتزمة بولي العهد محمد بن سلمان شخصيا. ولخص شكواها يعني من زوجها بكلمتين، انه معلق لها لا ردها ولا طلقها، وزاد حرمها من رؤية ابنها لفترة طويلة. بس تضمني دامك وانتي في المملكة فهناك قانون لا يظلم عنده واحد وغني عن التعريف، والنعم في السعودية شعبا وحكومة. بس أقول نصيحة شخصية للزوج الظالم هذا، عينك من قول الله تعالى في إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، يعني الآية واضحة، يا تسون زوجتك تتحمل مسؤوليتها أو تسرحها بالمعروف فلا تتعدى حتى الله معها. لكن تصرفك هذا مش من شيء من الرجال ولا من إخلاق العرب الأصايل، ومتأكد 100% يا رجال ما طلعت الحرمة هذه تناشد إلا من قهر وباطل، ويمكن استخدمت معي كل الطرق ما نفع إلا أنها كشفت المستور في الميديا. فاتقي الله ورفقا بالقوارير، النساء لا يظلمهن إلا اللئيم ولا يكرمهن إلا الكريم، ونسأل الله ستر للجميع يا رجال. المملكة العربية السعودية دولة فيها عدل بوجود الملك سلمان أطال الله في عمره وولي عهد محمد بن سلمان حفظه الله ورعاه. الأخت هذه يمنية من مواليد السعودية ومزوجة رجل سعودي تناشد ولي العهد محمد بن سلمان، وأنا متأكد أنه ما بيضعش حقه، لأنه في السعودية في رجال خير وفي حكام عادلين إن شاء الله. داخل على الله وعليك يا وليد العهد يا محمد بن سلمان، أنا إنسانة يمنية ولا أنا مزوجة ولا أنا مع مطلقة معلقني ومحرومة من شوفة ولدي، يعني لي سنة وخمسة شهور وأنا محرومة من شوفة ولدي، وكل ما قدمت دوارة حكومية رفضوني عشان إقامتي. كل ما في الأمر أن يتزوج للسعودي، السعودي هذا لا طلقه وخليه تشوف حياته ولا رجعه على ذمته وشافت ابنه، فصارت معلقة لا تقدر تشوف ابنه ولا تعرف تعيش حياته زي بقية الخلق، ولا عرفت تتعالج لأن إقامته منتهية وما عندش مبلغ مالي عشان تجدد الإقامة، وهذا شيء مش بيده، يعني ما حد يقدر يقول له روح اشتغلي وجددي إقامتك، شيء خارج عن السيطرة. ومن مواليد السعودية أكيد يعني ما تعرفش ترجع اليمن، وحتى لو تبغى ترجع اليمن وين بتروح؟ أكيد ما عندش أحد، وأهل اليمن ونعم فيهم والله ما حد بيرجع وبيستقبلوها، لكن هي الحين مربوطة بابنه، ابنه في السعودية، مستحيل إني ترجع اليمن وتسيب ابنه، يعني قلب أم موضوع، ما عادش موضوع إني ترجع اليمن أو تجلس في السعودية، الحين هي مربوطة بابنه، وكل أم عارفة بقلب الأم كيف. لكن أنا متأكد إنه دولة السعودية ما بتضيعش حق الأخت هذه، والسعودية فيه بنظام وقانون سواء كنت سعودي أو مقيم ما يفرقوش، تطبق العدالة في هذه الدولة أنا متأكد. وهذه مناشدة من الأخت، المقطع اشتهر بكثرة، أنا لا أعلم هو قديم جديد ولكن أعتقد أنه حديث لأنه أول مرة نشوف مناشدة الأخت هذه. فرسالتي من إنسان عاش في السعودية فترة طويلة ويعرف النظام والقانون والعدل، أنه هذه المرأة لن يضيع حقها بفضل من الله سبحانه وتعالى، ثم بفضل الملك سلمان حفظه الله وولي عهد محمد بن سلمان وفاعلين الخير في هذه الدولة. أتمنى أن تلتفتوا لموضوع هذه الأخرى. طبعا الحرمة هذه يمنية وأغلبيتنا شفنا الفيديو حقه، هي من مواليد السعودية وتزوجت بواحد سعودي فصار فيها خلاف زوجها، فشفنا لها فيديو بتناشد لا أنه طلقها ولا أنه رجعها، يعني لا خليها لا في الأرض ولا في السماء. والله ما هم جاملة، أقسموا بالله ما هم جاملة، طالما هي في المملكة العربية السعودية والله ما تضرب. اسألوا شخص مجرب، أنا بجيب لكم قصة صارت مع يمني شغال عند كفيلة، يمني شغال عند كفيلة لفترة، فما أدري كيف اتفقوا كفيلة أنه يعني يعطيه شيء محدد مبلغ يرسل لليمن بس، والباقي يتجمع عنده متى ما يبغاها يجيبها له. فاشتغل فترة فجاء الوقت اللي يبغى الفلوس، فكفيله يمكن اليوم بكرة اليوم، وكان يكلمنا يقول يا أخي كيف أفعل شكله ما عاد يحاسبني، قلنا له يا أخي إذا روح اشتكى فيه، قال خاف أخسر عملي هذا. استمر فترة ومكانته ولا حاسبه، ورجع قلنا له يا أخي روح مكتب العمل، راح مكتب العمل وهو متخوف، قال يا أخي سعودي يمكن تطلع لصالحه، يفكر يعني أن يعني يحكم للسعودي، ما هو عارف أن القانون للعربي وللمواطن السعودي. فراح قدم فيه، والله أنه أخذ أكثر من حقه، بس أنه نظامي وعنده يعني ما يثبت، والله أنه حاسبه لآخر ريال
وعطاه أكثر. الرجال أنصدم، والله لو هو موجود الآن هو سافر جدة، إني لا أطلعه قدامي في البلد هذا إنسان نظامي وماشي صح، والله ما حد يقدر يظلمك. وتحياتي للشعب السعودي، ما هو تطبيل، كلمة حق. وإحنا اليمن والشعب السعودي إخوان، والله لم شملنا. حادثة جديدة وموضوع جديد يا إخواني. هذا المرأة اللي قدامكم يمنية، تزوجت من واحد سعودي، طلقها وأخذ عيالها، الحين لا عندها إقامة ولا عندها شيء، أحرمها من الإقامة وأحرمها من عيالها. فهذا الأبناء السعودي واحد واحد، بنتنا في أمانتكم والله. الله يا رجال، وهذا الفيديو لازم يوصل لكل واحد سعودي عندها القيرة وعندها الحمية، اعتبروها أختكم، اعتبروها منكم. فالله الله يا رجال، وصلوا صوتها للمجتمع، وصلوا صوتها يا أخوان. أقسم بالله شفت الفيديو تبعها لما قشعر بدني. وهذا جزاء اللي يزوجوا بناتهم الأجانب، لا تزوجي لا يمني ولا لا تزوجي، يعني عدموا الرجال. مش أول فضيحة، هذا ثاني فضيحة تحصل. الموضوع معنا بنت يمنية متزوجة من سعودي وأخذ ولده وخلاها مرجومة، يقول لكم 9 سنوات ودلعين عليها 35,000 حق تجديد الإقامة، وتناشط السلطات السعودية. اللي يقدر يوصلنا لهاي البنت يوصلنا، وحنا يد واحدة شمالي جنوبي وبنساعدها، هي أختنا وبنتنا وما بنخليها أبد. ثاني شيء نصيحة للبنات اليمنية، لا تكوني تغتري أو هذا أجنبي أو هذا معبيس أو هذا شخرجني أو هذا شسافر، لا، ارضي بابن بلدش الحاصل، ارضي بابن بلدش الحاصل. كم يا مشاكل، كم يا بنات ينظلمين، كم مع الأجانب. انت يمنية تزوجي يمني ويسترش وتستري، لا عاد تتطوري وتزوجي من الغريب. وإيش نقول، اللي يقدر يوصلنا لهاي البنت يوصلنا، وإن شاء الله بنكون يد واحدة شمالي جنوبي، بنسوي حملة ونساندها، وهي بنتنا وأختنا. السلام عليكم. عليكم السلام وشكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. داخل على الله وعليكم.